بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي أبناء الشعب السوري البطل، يا أبطال الجيش السوري الحر، أيها الشرفاء الأحرار في كل أصقاع الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمضي الثورة السورية المباركة في طريقها وسط ظروف صعبة للغاية، ما زال أهلنا يدفعون فيها الغالي والنفيس للحصول على حريتهم ودفع الظلم عنهم. واليوم ومع استمرار نظام الإجرام وإمعانه في القتل والتدمير واستخدامه السلاح الكيميائي وغيره ضد أهلنا وتجاوزه كل المحرمات بسبب الصمت الطويل للمجتمع الدولي وسكوته، فقد أصبحنا نرى خطوات عملية من المجتمع الدولي دفع أهلنا في سوريا ثمنها أرواحا ودماء، وبدأت تبدو في الأفق بوادر سقوط العصابة الأسدية المجرمة. إن رئاسة هيئة الأركان العامة للثورة السورية تؤكد على أن السوريين هم الأصل والأساس في تحقيق النصر، وهم محور الحل والهدف الأساسي لثورتنا، وتعلن رفضها القاطع للمبادرة الروسية لوضع السلاح الكيميائي تحت الوصاية الدولية، وتطلب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بسحب السلاح الكيميائي وهو أداة جريمة، وتعدي ذلك إلى محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية بعد اعترافه الصريح بوجود أداة الجريمة وموافقته على تسليمها. فسحب أداة الجريمة أمر، ومحاسبة المجرم أمر آخر. كما أن رئاسة هيئة الأركان تطلب من جميع الدول الداعمة والصديقة زيادة كميات السلاح النوعي والذخائر، ونطلب منكم يا أبطال الجيش السوري الحر المتابعة في تحرير البلاد من عصابة الحقد والطغيان، ورفع وتيرة العمليات العسكرية في جميع الجبهات، فها هو المجرم يترنح. أيها الأبطال، كونوا فرسانا في ساحات المعارك، واذكروا وصية سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لجيش أسامة: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا أو امرأة، فأنتم أهل القيم والشهامة والرجولة. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا جميعا ما فيه خير ومصلحة الوطن وأهله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.